السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنرجع نكمل منهج الجبر بتاع سنه اولى اعدادي الترم الثاني، ولذلك عزيزي المشاهد كوبايه الشاي وشويه لب ويلا بينا. درس النهارده هو الصوره القياسيه للعدد النسبي. الدرس دوت صغير، فكرته بسيطه جدا، لكن على قد كده هو مهم لان هو بيجي كتير قوي في الاسئله بتاعت اختر الاجابه الصحيحه او اكمل. ايه بقى يا عم الحاج هي الصورة القياسية للعدد النسبي؟ هي عبارة عن طريقة مريحة بتسهل علينا ان احنا نتعامل مع الاعداد الكبيرة قوي او الصغيرة قوي. اللي هي عاملة ازاي؟ بنمسك العدد نحوله للصورة دي. الف في 10 اس نون، يعني عدد مضروب في 10 والعشرة دي عليها اس. اي عدد كده وخلاص؟ لا يا معلم، خلي بالك احنا عندنا الالف ده بتبدا من الواحد وبتخلص قبل العشرة، يعني ما ينفعش تكون اصغر من الواحد وما ينفعش تكون عشرة او اكبر من عشرة، لازم تكون ما بين الواحد وتسعة وكسر، لكن ما ينفعش تبقى عشرة. الاس بتاع العشرة ده اللي هي النون، قال لك ديت يا عم الحاج لازم عدد ينتمي لمجموعه الاعداد الصحيحه سواء بقى كان موجب او كان سالب. عزيزي المشاهد انا حاسس ان انت مش فاهم اي حاجه، تعال ناخد امثله عشان خاطر الدنيا حر. عندنا في المثال ده بيقول لك اكتب الاعداد الاتيه على الصوره القياسيه. اول رقم معانا 700 الف، عشان خاطر اكتب العدد على الصوره القياسيه لازم اخلي العدد ده هو عباره عن عدد ما بين الواحد والعشره. طيب اعملها ازاي يا عم الحاج؟ فين العلامه هنا؟ العلامه على اليمين لكن ما بتتكتبش. هبدا احرك العلامه ديت حركات بحيث ان انا اخلي العدد ده ما بين الواحد والعشره، يعني هخليه عباره عن 7 في 10. اس كام بقى؟ الاس بيبقى بعدد الحركات، يعني 1 2 3 4 5، يبقى 10 اس 5. نفس الكلام برضو في العدد ده، العلامه هنا هحركها 1 2 3 4 5 6 عشان يبقى 4 و2 ما بين الواحد والعشرة، يبقى 4 و2 في 10 أس 6. نفس الكلام هنا، العلامة هنا تحرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هيبقى 10 أس 9 في 2 و37 من 100. يبقى أنا عملت إيه عشان خاطر أحط العدد في الصورة القياسية؟ حركت العلامة عدد من الحركات وكتبت عدد الحركات في الأس. حلو، العدد بقى بخليه ما بين الواحد والعشرة. تعالى برضو نشوف المثال دوت. 5 مليون، مش الخمسة مليون دي هي بالظبط 5 و6 صفر؟ حلو قوي. نفس الكلام، 1 2 3 4 5 6 6 حركات، يعني 10 أس 6 في 5. بنفس الطريقة دي كده يا عم الحاج. بص بقى على المثال ده، هنا بقى ده رقم صغير قوي، رقم 10 علامة اهي. فأنا هعمل ايه؟ أنا هكبر العدد، فهحرك العلامة 1 2 3 4 5، فهيبقى 5 و4 من 10 في كام؟ 5 حركات، يبقى 10 أس سالب 5. ليه سالب 5 يا عم الحاج؟ لأن ده كان عدد صغير وأنا كبرته. يبقى أفهم بقى، لو العدد كبير زي الأعداد دي كده وأنا صغرت العدد بخلي الأس بالموجب، إنما لو كان العدد صغير وأنا كبرته بخلي الأس بالسالب. بطريقة تانية، لو أنا حركت العلامة ناحية الشمال بخلي الأس بالموجب، ولو حركت العلامة ناحية اليمين بخلي الأس بالسالب. بص كده على المثال دوت، طبعا العلامة تبقى هنا فهيبقى 7 و24 من 100. طيب في 10 أس كام؟ طبعا الأس هيبقى بالسالب لأن أنا هكبر العدد. العلامة هتتحرك 1 2 3 4 5 6، يبقى أس سالب 6. نقول تاني باختصار، أنا عندي علامة عشرية بحرك العلامة يمين أو شمال عشان أخلي العدد ما بين الواحد والعشرة، وبحط عدد الحركات في الأس. لو أنا حركت العلامة ناحية الشمال يبقى الأس بالموجب، انما لو ناحيه اليمين بيبقى الاس بالسالب. تعال برضو ناخد امثله كمان. عندنا بقى في المثال دوت 75 في 10 اس 5. سؤال بقى، هل العدد ده في الصوره القياسيه؟ ابص كده،
العدد ده ما بين الواحد والعشرة؟ لا ده 75 مش بين الواحد والعشرة، يبقى العدد ده مش في الصورة القياسية. طيب عشان احوله للصورة القياسية اعمل ايه؟ اولا انت حول العدد ده للصورة القياسية، انما النص التاني ده نزله زي ما هو، فتقول كده يساوي في 10 اس 5 اهي اللي هي دي. حول بقى ده للصورة القياسية، العلامة هنا اهي هحركها حركة واحدة، طبعا ناحية الشمال هيبقى في 10 اس 1 7 و5 من 10، يعني الكلام ده هيساوي 7 و5 من 10 في 10 اس كام بقى؟ طبعا في الضرب بنجمع الاسس هيبقى اس 6. نفس الكلام برضو في المثال دوت، نقول كده يساوي وننزل في 10 اس سالب 4 زي ما هي، وحول ده للصورة القياسية هيبقى 6 و8 من 10 في 10 اس 1 اللي هو هيساوي 6 و8 من 10 في 10 اس كام بقى؟ 1 سالب 4 يبقى سالب 3. نفس الكلام برضو في المثال دوت، فنقول كده هيساوي وننزل في 10 اس سالب 6 زي ما هي، ونحول ده للصورة القياسية، العلامة هتتحرك حركة واحدة ناحية اليمين فهيبقى في 10 اس سالب 1 و4، يعني الكلام ده كده هيساوي 4 في سالب 1 وسالب 6 يبقى 10 اس سالب 7. هنا بقى يا عم الحاج اهو الكلام ده كده هيساوي انزل في 10 اس 6 لوحدها، وخلي ده في الصورة القياسية هيبقى 8 ونص في 10 اس كام؟ العلامة هنا اتحركت حركة حركتين يبقى اس 2، يعني هيساوي 8 ونص في 10 اس 2 و 6 8. هنا نفس الموضوع هقول كده في 10 اس سالب 4 الاول، وخلي ده في الصورة القياسية هيتحرك العلامة 1 2 3 حركات فهتبقى 4 ونص في 10 اس سالب 3، يعني هيساوي 4 ونص في 10 اس سالب 3 وسالب 4 سالب 7. وده يا عم الحاج هو الدرس بتاعنا. نقول تاني باختصار، انا عندي عدد كبير قوي فبصغره، او عدد صغير قوي فبكبره، بحيث ان انا اخليه ما بين الواحد والعشرة. حلو، لو انا صغرت العدد او حركت العلامة ناحية الشمال بيبقى الاس بالموجب. طيب لو انا بقى كبرت العدد او حركت العلامة ناحية اليمين بيبقى الاس بالسالب. بس ده الدرس. تعال بقى ناخد شوية امثلة يكون فيها افكار شوية. تعال نبص كده على المثال ده، بيقول لك اكتب ناتج ما يأتي في الصورة القياسية. عندنا اول مثال، عندنا عدد في الصورة القياسية وعدد كمان في الصورة القياسية بس مضروبين في بعض. اعمل ايه؟ هضرب العدد ده في اللي زيه والعشرة في العشرة بس. فقول الكلام ده كده هيساوي 6 و4 من عشرة في 1 ونص، هتلاقيها بتساوي 9 و6 من عشرة من الآلة الحاسبة، في 10 أس كام بقى؟ طبعا في الضرب هجمع الأسس يبقى 5 و8 13. المثال التاني زيه بس المرة دي اسمه، هقسم العدد العشري على العدد العشري والعشرة على العشرة، فقول الكلام ده كده هيساوي لو قسمنا 3 و8 على 1 و9 هتلاقيها بتساوي 2 في 10، طبعا في القسمة هطرح الأسس يبقى 8 ناقص 6 2. المثال التالت بقى عندي قوس وعليه تربيع، طبعا لازم افك القوس ده الاول. طيب يعني الكلام ده كده هيساوي 2 و2 في 10 اس 3 في، فك القوس بقى، 2 في 2 ب4 في 10 اس 2 في 10 اس 2 ب 10 اس 4. اضرب بقى يا عم الحاج زي المثال الاولاني، 2 و2 في 4 هتساوي 8 و8 في 10، اجمع الاسس 3 و4 7. بيقول لك بقى في السؤال دوت ضع علامه اكبر من او اصغر من. صل على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام، اول لما يجي لك السؤال ده في الدرس ده تعمل ايه؟ تخلي العددين عليهم نفس الاس على العشره، مالكش دعوه بقى بالصوره القياسيه، تتخلي نفس الاس في الاثنين وتقارن ما بين الاعداد العشريه. تعال نشوف اول مثال، عندنا هنا في 10 اس 3 وفي 10 اس 3، حلو قوي. اشوف بقى مين اكبر، 6 و4 ولا 4 و6؟ طبعا الستة الاكبر، يبقى اول سؤال اكبر منه. تعال نشوف المثال التاني، عندي هنا في 10 اس سالب 2، اخلي ده هو كمان في 10 اس سالب 2، يبقى انا هحرك العلامة حركتين 2 بس،
فهيبقى 1 2 يبقى 41 من 100 في 10 أس سالب 2. مين أكبر بقى؟ 41 من 100 ولا 3 و2؟ طبعا 3 و2 يبقى أصغر منه. بص هنا على المثال ده، عندي هنا في 10 أس 5، أخلي ده برضو 10 أس 5، يبقى حرك العلامة 5 حركات، 1 2 3 4 5، فهتبقى 9623 من 10,000 في 10 أس 5. مين الأكبر؟ ده ولا 6 و92؟ طبعا 6 أكبر، فيبقى أكبر منه، لأن العدد ده أصغر من 1 لكن ده أكبر من 6. آخر مثال معانا، عندي في 10 أس سالب 4، برضو أخلي ده في 10 أس سالب 4، فحرك العلامة 4 حركات بس، 1 2 3 4، فهيبقى 623 من 1000 في 10 أس سالب 4. مين أكبر؟ اللي أصغر من الواحد ولا اللي أكبر من التلاتة؟ طبعا ده هيبقى أكبر منه. وده هو كان درسنا النهاردة، أتمنى تكون فهمته. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك. في الختام، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والسلام عليكم.